أهلا بكم إلى نشرة السادسة، أبدأها معكم بالعناوين. مجلس الوزراء يحدد 18 من كانون الأول موعدا لإجراء انتخابات مجالس المحافظات التزاما بالمنهاج الوزاري. رئيس حكومة إقليم كردستان يلتقي الرئيس التركي في أنقرة لبحث تعزيز العلاقات الثنائية ومستجدات العراق والمنطقة. أهلا بكم. حدد مجلس الوزراء يوم 18 من كانون الأول المقبل موعدا لإجراء انتخابات مجالس المحافظات. بيان حكومي ذكر أن تحديد موعد الانتخابات جاء التزاما بالمنهاج الوزاري الذي تبنته الحكومة وأقره مجلس النواب في تشرين الأول الماضي. يأتي هذا بعد يوم على تحديد مفوضية الانتخابات الأولى من تموز المقبل موعدا لبدء تسجيل التحالفات والأحزاب السياسية ومنتصف الشهر نفسه لتقديم قوائم المرشحين لخوض السباق الانتخابي. استقبل رئيس تحالف السيادة الشيخ خميس الخنجر في بغداد عددا من شيوخ ووجهاء ومثقفي قبيلة طي بمحافظة ديالى. بيان للسيادة ذكر أن الشيخ الخنجر أكد أهمية المشاركة الفاعلة في الانتخابات واختيار الشخصيات المهنية والنزيهة القادرة على تحقيق مطالب الجماهير والسعي لاستحصال الحقوق وتوفير واقع خدمي يليق بأبناء ديالى. وأضاف البيان أن اللقاء ناقش التطورات في المحافظة فيما يخص الواقعين الخدمي والمعيشي، حيث شدد المجتمعون على ضرورة العمل لحث الجماهير في ديالى على المشاركة الفاعلة في الواقع السياسي. هذا وأشاد وفد ديالى بخطوات رئيس التحالف وما يقدمه من أجل المحافظة وتحسين واقعها. بحث رئيس الوزراء محمد الشاع السوداني مع رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الإيرانية كمان خرازي توطيد العلاقات بين البلدين. السوداني وخلال استقباله خرازي أكد دعم العراق لما تحقق مؤخرا من مد لجسور العلاقات البناءة بين دولة أو دول المنطقة وترسيخ الاستقرار والأمن فيها، كما أكد نهج العراق في تحقيق علاقات دولية متوازنة على أساس السيادة والاحترام المتبادل، مشيرا إلى أن مؤتمر بغداد الدولي 2023 سيكون برؤية مختلفة تنطلق من مبدأ الشراكات التنموية والتكامل الاقتصادي بين دول المنطقة. ومن جهته أشاد خرازي بدور العراق المحوري في المنطقة وجهوده في تقريب وجهات النظر وتخفيف من التوتر، مؤكدا أن العراق قادر على القيام بدور كبير في تثبيت الاستقرار الإقليمي. التقى رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور برزاني مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة. وذكرت وكالة الأناضول أن اللقاء جرى في المجمع الرئاسي بحضور وزير الخارجية التركي هاكان فيدان. وكان بيان صادر عن حكومة الإقليم أورد أن بارزاني سيبحث مع الرئيس التركي وكبار المسؤولين في حكومته الجديدة سبل تعزيز العلاقات بين إقليم كردستان وتركيا، بالإضافة إلى مناقشة آخر التطورات والمستجدات في العراق والمنطقة. كشف المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي عن وجود فريق اقتصادي يعكف على دراسة بعض فقرات الموازنة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها. وفي حديث للوكالة الرسمية قال العوادي إن الفريق الاقتصادي مرتبط برئيس الوزراء محمد الشاع السوداني، مؤكدا أن الموازنة الإجمالية التي خرجت من البرلمان جيدة وحافظت على فلسفتها التي أرادتها الحكومة ولا يوجد كثير من الاعتراضات عليها. ولفت العوادي إلى أن السودان ينتظر الموازنة منذ فترة طويلة وأن الأشهر المقبلة ستحول العراق إلى ورشة عمل كبيرة. أكد عضو لجنة المالية النيابية معين الكاظمي أن الحكومة قد تعترض على تضمين 300 ألف درجة وظيفية جديدة في قانون الموازنة. وقال الكاظمي في تصريح للوكالة الرسمية إن أغلب المواد في القانون تم الاتفاق عليها مع الوزراء ورؤساء الهيئات،
مبينا أن الإضافات تضمنت مناقلات وتخفيض بعض الأبواب، ومن حق الحكومة رفض زيادة الأعباء المالية إن وجدت أو في حال كانت التعديلات ليست من صلاحيات البرلمان. أكدت وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق عدم التخلي عن المسؤوليات الوطنية والإنسانية تجاه العراقيين الموجودين في الخارج. قالت فيان في بيان بمناسبة يوم اللاجئ العالمي إنه يجب لفت أنظار حكومات العالم إلى معاناة ملايين البشر الذين دفعتهم الظروف القاسية إلى الهجرة عن أوطانهم وطلب اللجوء، معبرة عن أملها بأن لا يضطر أي مواطن عراقي إلى الهجرة عن بلده. قال المتحدث باسم وزارة الهجرة والمهجرين علي عباس إن تحديات عدة تقف أمام عودة النازحين إلى مناطقهم، مبينا في حديث لبرنامج الحق يقال أن من أبرز هذه التحديات غياب الخدمات وتفشي البطالة. اكو خطة وطنية وضعناها لعودة النازحين بنضع عليها تقريبا حوالي بحدود السنة ونص، يعني هاي الخطة تتحدث عن يعني الإجراءات التي تتخذها الوزارة والجهات الساندة لإغلاق هذا الملف. في الخطة اعتمدت بالتنسيق مع وزارة التخطيط إلى استبيان العوائل عائلة عائلة داخل المخيمات، ومن خلال التحليل وجدنا أنه عدة تحديات يجب على الحكومة أو الوزارة أو الجهات الأخرى أن تأخذ بالعمل من أجل إزالة هذه التحديات، منها عدم توفر الخدمات في مناطق العودة، عدم توفر فرص عمل هذا سبب، عدم توفر بعض الأحيان عدم رغبة العوائل بالعودة باعتبار لديها مصالح أو أعمال قد وجدت فرصة عمل في مناطق، وهذا عادة نتحدث به. وحول ملف جرف الصخر قال المتحدث باسم وزارة الهجرة والمهجرين علي عباس إن مباحثات تجري مع جهات أمنية وسياسية وسيتم إعادة النازحين إلى مناطق آمنة في الناحية. جرف الصخر اكو بها مناطق يعني تقريبا آمنة، والتقينا بالقادة العسكريين، معالي السيدة الوزيرة التقت بأكثر من جهة أمنية وجهة سياسية على يعني إذا صح التعبير، والكل أجمع على إعادة العوائل في المرحلة القريبة القادمة في مناطق معينة ومناطق أخرى ليس مغلقة، بل هناك تطمينات أمنية سوف تردنا من الجهات الماسكة، هو لواء مغاوير كربلاء بالمناسبة وأحدى القطاعات العسكرية الموجودة لقيادة عمليات كربلاء. جرف الصخر منطقة زراعية تتخللها البزول والبساتين، أمنيا لا يمكن أي شخصي أو جهة أمنية تجازف يعني حسب اللي افتهمناه بإعطاء مؤشرات بعودة العوالي، لكنه القسم الآخر منطقة الحامية ومنطقة اللي بصف الحامية نسيت يعني اسمها، هاي منطقة مهيئة وهناك تنسيق قريب ممكن يصير هناك عودة للعوائل. من جانبه قال رئيس منظمة مدافعون لحقوق الإنسان علي البياتي إن عدد النازحين في عموم المحافظات يتجاوز 1,200,000 شخص، منهم 180,000 يقطنون المخيمات. الموقع المعتمد الذي دائما يعني يرصد الأرقام والتفاصيل ويعطيك بالمؤشرات وبكل التفاصيل هي يعني صفحة منظمة الهجرة الدولية التي تراقب يعني قضية النزوح والعودة في كل العالم، والعدد المرصود لحد هذه اللحظة 1,200,000. وأعتقد السفيرة الأمريكية قبل شهر عندما التقت بوزيرة الهجرة أيضا يعني صرحت بهذا العدد، فبالتالي هناك اتفاق على هذا العدد. نعم 1,200,000 العدد الكلي، من هذا العدد يعني حتى ندخل بالتفاصيل هناك 180,000 فقط ضمن مخيمات النزوح، طبعا في 26 مخيم، واحدة منها في المنطقة الاتحادية و25 في إقليم كردستان. من هذا العدد أيضا ما يقارب 280,000 نازح هم في ظروف سيئة، لا هم في بيوت كاملة ولا هم في مخيمات، بل شيء آخر يعني هياكل وما إلى ذلك. وهناك 70,000 إلى 80,000 أصلا لا يعلم أحد يعني مواقعهم.
تعريف اللاجئين والنازحين وأعدادهم وما ينص عليه القانون الدولي بحقهم، تفاصيل يلخصها العرض الآتي من إعداد أسامة الحامد وتقديم علي حليم. نحو 90 مليون شخص لاجئ في العالم، بينهم ملايين العراقيين. الأمم المتحدة حددت 20 من كل حزيران يوماً للاجئ العالمي، نظراً إلى زيادة أعداد المجبرين على الفرار من ديارهم. تعرف الأمم المتحدة اللاجئين بأنهم أفراد يضطرون إلى مغادرة ديارهم حفاظاً على حرياتهم أو إنقاذاً لأرواحهم، فهم لا يتمتعون بحماية دولتهم، بل غالباً ما تكون حكوماتهم مصادر تهددهم بالاضطهاد. أما النازحون فهم من أجبروا على الفرار من مناطقهم من دون أن يعبروا حدود دولتهم، ويحتفظون بكامل حقوقهم كمواطنين، وغالباً ما تطلق بشكل خاطئ تسمية لاجئين على النازحين. العائدون منهم لاجئون سابقون قرروا العودة طوعا إلى ديارهم، ويحتاج أفراد هذه الفئة إلى دعم مستمر لدمجهم في المجتمع وضمان توفير المناخ المساعد لهم في بناء حياة جديدة ضمن مناطقهم الأصلية. أبرز ما نصت عليه اتفاقية عام 1951 الخاصة بحقوق اللاجئين، عدم فرض الدول عقوبات جزائية على اللاجئين وضمان حقهم في العمل والسكن والتعليم والحصول على بطاقات الهوية ووثائق السفر والتقاضي الحر أمام المحاكم، فضلا عن حق ممارسة الطقوس الدينية والتنقل والحصول على الإغاثة والمساعدة العامة. بعدما أنهى البرلمان قراءته، لا يزال مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر يثير الجدل في الأوساط النيابية والمدنية والسعي لتعديله وسط ترقب مسودة قانون حق الحصول على المعلومة إلى البيت التشريعي. يثير الجدل قبل الإقرار مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي، أنهى البرلمان قراءته في آيار الماضي ولم يصوت عليه. يعقب عليه. هذه المادة هو تم تعليقها بعد. مشروع القانون ناقشته جلسة حوارية جمعت في بغداد عددا من أعضاء البرلمان وناشطين وصحفيين. النقاش تطرق إلى الأسباب الموجبة لتشريعه والاعتراضات على مواده وسط مساع لإجراء تعديلات على تضمينه عقوبات وفقرات جزائية وتقييد حق التظاهر والاجتماع بأخذ الإذن مبكرا من السلطات. خضع للقراءة الثانية والآن مناقشات ما بعد القراءة الثانية، وهذا خاضع للتوازنات، خاضع لرأي الشارع ورأي المنظمات المجتمع المدني، ويعني أعتقد بأنه النسخة التي ستمرر إذا ما كان هناك ضغط من قبل الشارع ستمرر نسخة ملائمة للمعايير والمبادئ الدستورية وكذلك مواثيق حقوق الإنسان الدولية. في الأثناء ينتظر بيت التشريع مسودة قانون حق الحصول على المعلومة، بعدما أوعز رئيس الوزراء إلى هيئة النزاهة بدراسة المسودة قبل إرسالها إلى البرلمان على أمل أن تضمن صياغته تسهيل وصول الصحفيين والباحثين وحتى عموم المواطنين إلى المعلومات وخصوصا الرسمية من دون عوائق. من الضروري أن يكون تشريع لقانون حق الحصول على المعلومة كي نتحدث عن بقية الأمور، لأن حق الحصول على المعلومة هو أهم من حرية التعبير ومن أي قانون آخر. ويستند المعترضون على تشريع قانون حرية التعبير بنسخته الأخيرة إلى المادة 38 من الدستور التي تنص على أن تكفل الدولة حرية التعبير عن الرأي والصحافة والاجتماع والتظاهر السلمي، مع أن هذه المادة اشترطت بتنظيم تلك الحريات بقانون، وهذا ما يحصل. أحمد مؤيد، UTV، بغداد. بعد 3 سنوات على توقفها عن العمل ومخالفة المستثمرين لبنود التعاقد، تتجه وزارة الصناعة لاستعادة معامل الإسمنت في نينوى وتشغيل خطوط الإنتاج فيها.
تحاول الشركة العامة للإسمنت العراقية استعادة معاملها المحالة إلى الاستثمار والتي توقفت عن العمل بسبب نكول المستثمرين ببنود العقد، خطوة بدأت في معملي إسمنت حمام العليل الجديد والحدباء، من شأنها إعادة تشغيل هذه المعامل التي كانت ترفد البلاد بأكثر من 650 ألف طن من الإسمنت كل عام. معمل سمنت حمام العليل الجديد ومعمل الحدباء بعد أن أصاب هذا المعمل بحدود أكثر من 3 سنوات نوع من الجمود والتوقف، بل وحتى تعرض إلى خسارة كبيرة بسبب توقف الخطوط الإنتاجية وبسبب الشركة المستثمرة. إنتاج الإسمنت في العراق شهد انخفاضا كبيرا خلال السنوات الأخيرة بسبب الاستثمار غير المجدي، وبحسب إحصائيات رسمية فإن العراق يحتاج إلى قرابة 24 مليون طن من الإسمنت سنويا تسعى وزارة الصناعة لتغطيتها بعد استعادة معاملها المتوقفة. لدينا الإمكانية الفنية، لدينا الخبرة بكافة كوادرنا لغرض تأهيل المعامل، لدينا الإمكانية المادية إن شاء الله متوفرة، سنعيد الروح والحياة لهذه المعامل خلال فترة 2 شهر إن شاء الله. تمتلك الشركة العامة للإسمنت العراقية نحو 18 معملا في عموم البلاد، 6 منها في نينوى، تجاوز إنتاجها 100% قبل إحالتها إلى مستثمرين عملوا على توقف إنتاجها وخروج بعضها عن الخدمة فترات طويلة. من الموصل محمد سالم، UTV. أكثر من 10,000 مراجع شهريا يفضلون التوجه إلى مستشفى الفلوجة، فيما تكاد مراكزها الصحية 12 تفرغ منهم. الأسباب والتفاصيل مع نبيل عزامي. يتقطر المرضى فرادى إلى المراكز الصحية في الفلوجة، الموظفون على هبة الاستعداد، ولكن الردهات خالية والإقبال قليل، في حين يكتظ مستشفى المدينة بمئات المراجعين. على الرغم من وجود أغلب التخصصات وكذلك الأدوية، فإن اللجوء إلى المراكز مقيد بثقافة المواطن ومدى ثقته بها. ماكو ثقافة مراكز، يقول لك أنا أروح للمستشفى كل شيء متوفر، وأقص لي باصين يعني 3 وأروح 3 أطباء 4، وهي ما بيها فائدة طبعًا. أنا دائمًا أراجع المركز، مو يعني مرة أو مرتين أو 3، لا يعني الخدمة جيدة. 12 مركزا صحيا داخل الفلوجة وخارجها، بعضها بصالات وتخصصات متعددة، هي اليوم تمثل مشافي مصغرة يطالب القائمون عليها بتفعيل نظام الإحالة الذي يعتمد على رقعة المريض الجغرافية. نظام الإحالة كان فعال وموجود قبل سنة وسنتين، أنه المستشفى الاستشاريات ما تستقبل فقط الحالات الطارئة، إنما الاستشاريات ما تستلم اللي رأسه يوجع، اللي عنده مغص كذا، نقدر احنا نعالجه هنا، عندنا أطباء، عندنا حتى بعض المراكز بها يعني حتى صالات يعني. في مستشفى الفلوجة مئات المراجعين، غالبهم لم يصل إلى المراكز الصحية التي في مناطقهم. احنا نجي قبل هنا على المستشفى لان شوية احسن، مستشفى تحاليلك مشنو دكتور موجود هنا أنا كامل، دكتور اخصائي يعني زين. بس احنا هسه كنا هناك كل هاي الاشياء سولفت بها موجود، ما ادري احنا دائما نروح نرجع هنا للمستشفى. عدم تفعيل نظام الإحالات أحدث تأثيراً على المرضى الذين تستوجب حالاتهم مراجعة المستشفى، هكذا يقول أطباء. أغلب الحالات اللي جاءت صلنا تقريباً 10% مستحقين دخول الطوارئ، والأغلبية ما يستحقون، يعني يجي راسه يوجع يجي بطنه كذا، يأثر على شغلنا وعملنا، يعني جاي ياخذ مكان اللي أبو الحالة طارئ اللي يجي. أكثر من 10,000 مراجع شهريا إلى مستشفى الفلوجة يفترض بهم التوجه نحو مراكز القطاعات الصحية المنتشرة لتخفيف العبء على الحالات الحرجة جدا. نبيل عزامي، UTV، الأنبار. كل هذه الأخبار وأكثر تتابعونها في نشرة 8. في أمان الله.